الموسم ال 12 عبقرية المدارس ومباراة مهمة في دور ال 16، وهفكركم بالنتيجة. بهتيم الثانوية بنات، شبرا الخيمة القليوبية 65، عاطف بركات المنيا للقاهرة 45. وتغيير واحد في مدرسة عاطف بركات، جهاد وائل نزلت مكان دعاء طه، وتغييرين في بهتيم، فاتن أحمد رجعت مكان وجيني روماني، ومريم هشام رجعت مكان إسراء وليد. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. منار وفاتن، فاتن ومنار. فاتن هتروحي عند أسامة هتسمعي أغنية وترجعي لنا تاني، اتفضلي. منار تعالي مكاني. منار، اتدربتي على تحت الضغط؟ كتير. كنت بتجاوب على كم سؤال صح؟ تقريبا 8 7. فعلا؟ كويس، برافو عليكي. شوف بقى تحت الضغط في الاستوديو هتعمل ايه. تعالي نطمن على فاتن. تمام، تحت الضغط. كاونتر. عن اي دوله اوروبيه استقلت اوغندا عام 1962؟ بريطانيا. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الفوسفور؟ 16. غلط. من هو مؤلف الموسيقى التصويريه لمسلسل رأفة الهجان؟ باس. ما هي اللغه الرسميه في دوله بنما؟ اسباني. صح. تحترف اللاعبه المصريه مروه عيد عبد الملك احدى رياضات الجمعيه؟ صح. من هو عالم الفيزياء البريطاني مكتشف اشعه الفا؟ باس. كم عدد الشهور في القرن الواحد؟ 100. غلط. ما هي عاصمه دوله ماليزيا؟ كوالالمبور. صح. سراج هي روايه لكاتبه مصريه راحله، فمن هي؟ باس. من هو الممثل الذي قام بدور تومان باي في مسلسل بص بقى، هما بيشجعوكي ودي حاجه جميله، ولكن انا في رايي ان في اسئله كان لازم تحاولي تجاوبيها. بالظبط. صح ولا غلط؟ فعلا فعلا. في اسئله كنت بتستسهلي كلمه باص. يعني كانت بتيجي بس انا مش هقدر افتكرها دلوقتي، فممكن بعدي اعرف اجيبه، فلو الاخر مش كاف التايم. اتفضلي اتفضلي، مش هقدر اجيبه. أربع إجابات صحيحة بعشرين نقطة. أسامة بعد إذنك عايزين فاتن تنضم لينا، هنشوف فاتن هتعمل إيه. ده في سؤال أنا زعلان، بصي كل أسئلة كوم والسؤال ده كوم تاني، وهقول لك عليه بس مش دلوقتي. تعالي مكان يا فاتن. فاتن عايز تعرف إيه اللي حصل ولا لأ؟ لا، خليها مفاجأة. طيب خليني أقول لك بس إن أنا قلت سؤال العاشر بس مش الآخر. تمام؟ تمام. عايز الإجابات بصوت واضح. تمام. أسئلة سهلة مش صعبة. تمام. تحت الضغط. كاونتر. عن أي دولة أوروبية استقلت أوغندا عام 1962؟ بريطانيا. صح. ما هو العدد الذري لعنصر الفوسفور؟ 16. غلط. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل رأفة الهجان؟ عمر خير. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة بنما؟ انجليزي. غلط. تحترف اللاعبة المصرية مروه عيد عبد الملك احدى الرياضات الجماعيه، فما هي؟ كره سلة. غلط. من هو عالم الفيزياء البريطاني مكتشف اشعه الفا؟ بوس. كم عدد الشهور في القرن الواحد؟ 120. غلط. ما هي عاصمه دوله ماليزيا؟ كولومبو. غلط. هارد لك هارد لك يا فاتن، تعالي مكاني. هارد لك هارد لك هارد لك. في أسئلة سهلة جدا طارت منك. ما هو العدد الذري؟ 15. انتوا الاثنين قلتوا 16، مش عارف ليه فوسفور 15 سالفة. هو 16. من هو مؤلف الموسيقى التصويرية عمار الشريعي رأفة الهجان؟ بالذمة حد يغلط في سؤال زي ده؟ من هو عالم الفيزياء البريطاني مكتشف أشعة ألفا؟ إرنست راذرفورد. كم عدد الشهور في القرن الواحد؟ 10. مش 120، 1200. هي 1200. وقعتي صفر. سراج هي روايه الكاتبه مصريه راحله، فمن هي؟ رضوى عاشور. من هو الممثل الذي قام بدور تومان باي في مسلسل ممالك النار؟ خالد النبوي. مش عارف اقول لكم ايه، ولكن انتوا الاثنين كان عندكم اسئله سهله طارت منكم.
كلنا نحيي منار وفاتن، فاتن ومنار. اتفضل. النتيجة اتغيرت ومدرسة عاطف بركات تقدمت مرة تانية. منار كنتوا كام؟ 45 واربع اجابات صح. 20 نقطة. 20 نقطة. ب 20 نقطة و10 نقط هدية من فاتن. 75. 75. مدرسة بهتيم فاتن كنتوا كام؟ 65 واجابة واحدة بس صح، بقيتوا 70. الفقرة اللي جاية فقرة مهمة جدا للمدرستين. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول اتنين جهاد اتفضلي وسماء اتفضلي. جهاد وسماء، سماء وجهاد. والسؤال الأول والهدف الأول، 75 و25 مية. 70 و25 95. السؤال الأول، فنون، من هي الفنانة التي قامت بدور دولي في فيلم بنات العم؟ بطولة أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وأدوارد ورجاء الجداوي وصلاح عبد الله. مين؟ يسرى اللوزي. بالظبط كده يا منار، يسرى اللوزي. اتفضلوا علي وفاتن، فاتن وعلي. ولسه ما عندناش اهداف. السؤال الثاني، معلومات عامه، من هو الرئيس الامريكي الموجود على فئه الدولار الامريكي الواحد؟ صورته على العمله من سنه 1869 مين؟ ابراهام لينكولن. في الوقت ده كان هو اللي بيحكم، بس مش هو. اجابه خاطئه. فاتن اجابتك؟ جون ادمز. جون ادمز اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه ايزنهاور. ايزنهاور. مش ايزنهاور، جورج واشنطن. ايزنهاور ازاي؟ 1869. اتفضلوا مريم ومنار. منار ومريم طبعا اللي هيجاوب السؤال ده هيفرق مع مدرسته جدا. السؤال الثالث، تاريخ، في عهد اي رئيس مصري قامت ثوره التصحيح والتي عرفت باحداث مايو؟ اجابتك جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر نفس اجابتك. جمال عبد الناصر اجابه خاطئه. ثوره التصحيح السادات عزل فيها مراكز القوه. انا ما قلت صح ولا غلط؟ هي صح. عارف عزل مين كمان؟ عزل مين يا علي؟ هو عزل كان في ناس، نائب الرئيس، وزير الدفاع، عزل ناس الأيام جمال عبد الناصر، وزير الخارجيه، وزير الاعلام، رئيس المخابرات، حتى هم كانوا عملوا مع بعض، ورئيس مجلس الشعب. ايوه ايوه. في 15 مايو 1971 الهدف الاول. برافو عليك منار، والهدف الأول. يا منار يا محظوظة. إيه الجمال ده؟ لا لا لا، بص بقى الحقيقة، هي منار حاولت تدوس على البزر وملحقتش. صح. كانت هتقول هي كمان جمال عبد الناصر. في الحالة دي مريم كانت هي اللي هتقول السادات. فالموضوع بيور لك بالظبط كده. الحمد لله. عبد العزيز ومريم هشام. مريم هشام وعبد العزيز. والسؤال الرابع وربما يكون الاخير في ضربات الجزاء، مريم فرصتك الوحيده إن شاء الله انك تتعدلي ان شاء الله. عبد العزيز لو مريم جاوبت غلط انت رجعت 25 ان شاء الله. السؤال الرابع، قدرات ذهنية، حل المسألة الآتية، 123 زائد 456 ناقص 289.
يساوي كام؟ ميتين تسعة وتسعين؟ إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ 290. 290 الهدف الأول. برافو عليك يا مريم وهارد لك يا عبد العزيز. مش عارف أنت جبت التسعة الزيادة دول منين؟ إيه؟ جبت التسعة الزيادة دول منين؟ أنا حسبتها كده أنا آسف. حسبتها غلط، هارد لك. هدف مقابل هدف، في الحالة دي هنلعب على الهدف الذهبي. سؤال ليه كنت الثمانية يعتمد على السرعة. يا 75 تبقى 100، يا 70 تبقى 95. الهدف الذهبي. أدب. من هو الأديب الألماني مؤلف رواية الموت في البندقية؟ منار. غوتا. غوتا إجابة خاطئة، مش غوتا. في إجابة؟ توماس مان. توماس مان نشرت 1912 الهدف الذهبي، وتحولت لفيلم سينمائي 1971 25 نقطة لبهتيم. نتيجة اتغيرت، بهتيم تقدمت 95، بهتيم الثانوية بنات 75، عاطب بركات المانيال القاهرة. المدرستين مستواهم قريب جدا، بيتعدوا في كل حاجة. مباراة صعبة ونهايتها هتبقى صعبة على مدرسة من الاثنين. ضربات الجزاء، هدف مقابل هدف. الهدف الذهبي، مريم خطفت الإجابة. الهدف الذهبي. كنت المفروض أكون هادي أكتر وأنا بحل السؤال، بس للأسف اتسرعت. تعجبت لما جاوبت في ضربات الجزاء وقلت جمال عبد الناصر؟ التوتر أثر عليا جدا في فقرة تحت الضغط. الفرق مش بعيد أبدا، فإن شاء الله خير. في مدرسة هتوحشنا جدا في دور الثمانية. خلينا نشوف ماتش النهارده هينتهي لصالح مين. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع الفقرة اللي هتحدد مين اللي هيوصل لدور الثمانية. فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 300,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 850,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.